معي الآن عبر الهاتف الدكتورة أماني الطويل، المديرة لبرنامج الإفريقي بمركز الأهرام. أهلا بك دكتورة أماني، وبداية كيف بتري الإجراء الأحادي الذي اتخذته إثيوبيا فيما يتعلق بالملء الثاني لسد النهضة؟ هل يعد محاولة من أبي أحمد للتغطية مثلا على الهزيمة اللي تلقتها قواته في تيجراي؟ أهلا بك والمشاهدين. الحقيقة هو إجراء أحادي مخالف للقانون الدولي، مرفوض من جانب مصر والسودان، ضمن الاستراتيجية الإثيوبية لفرض الأمر الواقع. الظروف الداخلية طبعا ساهمت في يعني عدم الوصول لاتفاق. في أمل لدى أبي أحمد أن يحافظ على مساحة سياسية قد تأكلت بفعل هزيمته في حربه على التدريج، تأكل تحالفه مع الأمهرة. كل هذه المسائل، العوامل في الحشد في مسألة سد النهضة، هو الملف الذي يعني اعتادت إثيوبيا خلال العشر سنوات الماضية أن تحشد داخليا يعني بسببه، وتحاول أن يعني تلقى نوع من أنواع الدعم والتأييد الداخلي في خطواتها الخارجية، يعني للتغطية على مشكلات داخلية. في ذات الوقت مصر دائما وأبدا بتصرح إنه نحن نريد اتفاق يحفظ الحقوق لكل الدول أو للدول الثلاثة، يكون عادلا ومتوازنا، وهي مع مصالح إثيوبيا والسودان. لكن يعني إصرار إثيوبيا على التعنت في التوصل لاتفاق ملزم يعني مثير للعديد من الأسئلة ومربك. يعني دعيني أقول لك أن إثيوبيا تاريخيا لا تحب الالتزام. يعني في كواليس التفاعلات السودانية الإثيوبية مثلا في إطار الراي، يركض المسؤولين السودانيين على أدنى مستوى التوقيع على أي صفقات يتفقون عليها شفهيا. ثانيا، نحن أمام ذهنية عدائية إثيوبية تجاه مصر. ثالثا، هناك قوى إقليمية داعمة لإثيوبيا. رابعا، هناك انقسام في النظام الدولي يعزز التنافس، وسد النهضة أحد يعني أدوات وموضوعات هذا التنافس. فكل هذه البيئة الحقيقة بيئة تعمل ضد المصالح المصرية السودانية المشتركة، علينا مقاومتها وتحسين ظروفها ودفع إثيوبيا نحو اتفاق ملزم حتى لا يتعرض الإقليم لحالة عدم استقرار ويؤثر على المصالح الدولية. يعني بالتأكيد هو يعني رفض مصر لأنه تقع فوضى أو تسود حالة عدم استقرار هي وراء هذا الموقف الراسخ من عدم التفريط في أي نقطة من مياهها، وفي الوقت نفسه يعني هي مستمرة على مسار تنفيذ مشروعات بتحافظ على المياه مثل تبطين الترع ومعالجة مياه الصرف. لكن يمكن حنربط يعني هذه الصورة بما أجبتي عليه في سؤالك الماضي، بأنه في توازنات دولية احنا شايفينها في المنطقة. هل يعني خليني أقول، هل إثيوبيا لا ترى يعني أو مش حاطة نصب أعينها المصالح البيئية والعالمية والنيلية حتى؟ يعني دعيني أقول لك أن الدولة الإثيوبية دولة حديثة، تكوينها تكوين من قوميات متنافرة بتاريخها في مسألة يعني ممارسة الرشد السياسي يعني ضعيف. ترى أن السد هو فرصة ذهبية لها لامتلاك الثروة والنفوذ الإقليمي. تقدير موقع يعني لديها تقدير موقف أن الخيارات محدودة أمام الأطراف الأخرى. كل هذه الأمور تدفعها إلى نوع من أنواع التعنت، بالإضافة لتشجيع أطراف
استثمرت في سد النهضة وأطراف يعني تسعى إلى تحجيم قدرات الدولة المصرية والتأثير فيها. والذي يتحكم اليوم هو أيضا المصالح، ناس ليها مصالح واستثمارات بغض النظر عن هو. أنا عايزة أقول على حاجة، إن القوى الإقليمية الداعمة والتي لديها استثمارات في سد النهضة لا تدرك أن البيئة غير المستقرة لن تحافظ على استثمارات بالتأكيد، فهي في هذه الاستثمارات في مهب الريح، لأنه في النهاية مصر لن تسمح بتهديد شعبها والسودان أيضا، وبالتالي يعني إثيوبيا إذا تحدي الحقيقة تحدي ممثل في الإرادة المشتركة لمصر والسودان. نحن متأكدون أن مصر يعني على قلب رجل واحد وراء دولتها ولن تفرط في حقوقها. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة أماني طويل، المديرة للبرنامج الإفريقي بمركز الأهرام.